لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في مستهل هذه الحلقة من برنامج كرسي النوازل، هذا البرنامج الذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والذي يأتيكم أيضا مباشرة على قناة المحضرة. من المستجدات التي يجدر الحديث عنها لكونها غير معروفة لدى الفقهاء، وهي من المسائل التي يتعاطاها الناس اضطرارا أو اختيارا، هي مسائل نقل الدم وزراعة الأعضاء. فكيف نظر الفقهاء إلى هذه المسائل؟ وما هو تكييفهم لها؟ وما هو الرأي الطبي؟ وهل ينبني عليه ضرورة الحكم الشرعي؟ إشكالات عديدة سنحاول بسط الحديث فيها مع ضيوفنا الأكارم في هذا اللقاء، وهم السادة الشيخ محمد علي الشنقيطي الذي أرحب به ضيفا كريما في هذا اللقاء. مرحبا بكم. كما أرحب كذلك بالدكتور حيم الدمادي وهو أخصائي جراحة القلب. مرحبا بكم دكتور. كما أرحب بكم أيها السادة المشاهدون الكرام في مستهل هذا اللقاء. أبدأ معكم شيخنا الكريم. طبعا من مقاصد الشريعة حفظ النفس، وهنا يجدر الحديث عن حكم نقل الدم من شخص إلى آخر وزراعة الأعضاء كذلك. طبعا هي من الإشكالات المطروحة المستجد. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الشريعة الإسلامية من أعظم مقاصدها الحفاظ على النفس، حفظ النفس وحفظ الدين كما تعلم، وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال، ولكن بالترتيب أعظمها الدين، ثم تليه النفس، ثم يلي ذلك العرض، ثم يلي ذلك العقل، ثم يلي ذلك المال وهو ضعف. فالمال يصرف من أجل الحفاظ على العقل، ويصرف من أجل الحفاظ على العرض، ويصرف من أجل الحفاظ على النفس، ويصرف من أجل الحفاظ على الدين. العرض العقل يصرف من أجل الحفاظ على العرض، العرض يصرف من أجل الحفاظ على النفس، النفس تصرف من أجل الحفاظ على الدين، والدين كل شيء يصرف من أجله، حتى من مات في سبيله كان شهيدا. لكن في باب الحديث عن النفس وهو موضوعنا اليوم، الإنسان هل يملك نفسه؟ هل يملك جسده أو لا يملك؟ هذه الإشكالية التي سببت خلاف الفقهاء في مسألة نقل الدم أو نقل الأعضاء أو زراعتها. هل الجسد لك تستطيع تتصرف فيه، تعطي منه ما تشاء وتمنع منه من تشاء، أو ليس لك؟ الحقيقة أن الأجساد والنفوس ليست لأصحابها، إنما هي ملك لله، والله خلقكم وما تعمل. فهذا الجسد أمانة عند صاحبه يتمتع به، لكن لا يملكه، لا يجوز لها أن يقطع يده ويرميها، ولا يقطع أصبعه، ولا يعطي نعم لا يجوز له أن يتصرف في جسده إلا لمصلحة شرعية كمصلحة الدين، كان يقتل في سبيل الله، راح الجسد كله لكن في سبيل الله، هذه جائزة. أو يقتل درءا لمفسدة كالقصاص وقتل الشرعي الذي قتل المحاربين وغير ذلك، هذا جائز شرعا، وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، لأن هذا الفعل لشخص واحد سيكون سبب لأمان المجتمع كله. لكن عندما يكون هناك شخص يبيع جسده، يبيع يده أو يتصرف فيها، أو يبيع دمه، أو يبيع شيء من هذه الأشياء من أجل العوض المادي، هنا أخذ المقصد الأعلى اللي هو النفس وجعله عوضا للمقصد الأدنى اللي هو المال. فالمال هو أقل وأدنى المقاصد، لذلك هنا جاء التحريم. فيكون نقل الدم فيه مصلحة وهي حياة شخص، والدم يتجدد بالطعام والشراب، فلا يضر إذا أعطي منه عطاء. أما البيع فلا، لا يجوز بيع الدم لأنه لا يملك. أصل في البيع أن يكون البائع مالك لما يبيعه، والدم من جسدك وجسدك لا تملكه. لكن يجوز أن يكون من باب التعاون، ومن باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله عز وجل أمرنا أن أمر بالعدل وأمر بالإحسان، والإحسان هو أن تعمل من غير عوض،
تعمل الشيء من غير طلب عوض عليه إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذا الإحسان جائز في باب الدم. ومسألة العطاء سنأتيها لأنها أيضا مسألة خلافية أشد من مسألة الدم، لأن العضو لا يمكن أن يعوض. إذا قطعت إحدى الكليتين أو القرنية أو القلب أو عضو من الأعضاء لا يعوض ولو أكلت وشربت، لكن الدم يتعوض بالطعام والشراب وإلى غير ذلك كما يعلم الدكاترة. فهذا الذي يتم تعويضه يجوز، لأنك أنت أصلا تخرجه استشفاء كالحجامة، تعمل وتخرج الدم، تخرجه استشفاء كالفصد الذي يحصل لإخراج الدم من العروق. فقد يكون التبرع بالدم في مصلحة للمتبرع ومصلحة للمتبرع له، فعندئذ تكون هناك مصلحة وتنعدم المفسدة، والشريعة بنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد. فباب نقل الدم أخف من باب نقل الأعضاء، لأن هذا يتعوض وفيه مصلحة لمن تبرع بالدم ومصلحة للمتبرع له، وليست هناك مفسدة. فإذا كان فيه مفسدة وقررها الطبيب، كان هذا الشخص لو تبرع بالدم مرض هو نفسه حرم عليه. طيب إن شاء الله سنعود لمناط الخلاف بين الفقهاء حول قضية نقل الدم. طيب دكتور، توضيح عام عن أهمية الموضوعين، السياق المحلي والدولي لهذه الاستخدامات، نقل الدم، نقل زرع، والله زاد نقل عضو من شخص إلى شخص آخر. بدأ شكر للتلفزيون الوطني على هذه السانحة، ومن ثم انتهز الفرصة سريعا لأهنئ الشعب الموريتاني وكل الشعوب الإسلامية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، وأقف لحظة دقيقة وفاء لأخت زميلة فقدناها منذ يومين، الدكتورة زينب بنت محمد محمود، أخصائية طبيبة مقيمة معنا المركز الوطني لأمراض القلب. رجاء من الشيخ إن شاء الله يعدل لها دعوة إن شاء الله يرحمها الله إن شاء الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بالموضوع، الموضوع أعتقد أنه ذو أهمية بالغة، سواء تعلق الأمر بنقل الدم أم تعلق الأمر بنقل الأعضاء. وهذه الأهمية تستند فعلا إلى معطيين اثنين في غاية الأهمية. المعطى الأول أنه فعلا السياق الوطني والذي نحن فيه اللي هو السياق المنظومة الصحية الموريتانية وما شهدته من تطور خلال هذه السنوات الماضية، وانطلاقا من أن هدف هذه المنظومة الصحية بمواردها بناها التحتية ومصادرها البشرية وهو صحة الإنسان ووضعه بمنأى عن الاعتلالات والأمراض إلى آخره وإيجاد العلاجات لهذه الأمراض، كان حريا بنا خاصة أمام أمراض حتى الآن تشكل مشكلة للصحة العمومية. سأخذ مثالا على هذه الأمراض وهو الذي ينقاله قصور الكلى المزمن. مرضى قصور الكلى المزمن عندما يتم التشخيص معناها أن الكلية لم تعد قادرة على عمل وظيفتها المنطقة بها، وبالتالي لا بد من ربط هذا المريض إذا لم يستفيد من عملية زرعه، لا بد أن يتم ربطه بأجهزة الغسيل الكلوي التي تجرى على الأقل 3 إلى 4 مرات أسبوعيا. وهنا تكون أهمية مبدئي والله زاد أهمية زرع الأعضاء ونقلها، هذا في إطار السياق المحلي. النقطة الثانية قضية الدم. نحن تطور المدينة، تطور الدولة الموريتانية الناشئة، تطور المدن بشكل عام واعتماد النمط المدني بما يصاحبه من تكنولوجيا وحوادث سير كثيرة جدا وحالات نزيف كثيرة جدا تصل إلى المستشفيات وتصل إلى مصالح الاستعجالات، تتطلب في أكثر من وقت وجود مخزون من الدم الكافي لإنقاذ هذه الأرواح. وأعتقد أن الفقيه أشار إلى أهمية هذه النقطة بشكل كبير. إذن هنا أيضا تكمن أهمية الموضوع لفعلا حث الناس، ولأنه الهدف من مثل هذه الحلقات وتناول مثل هذه المواضيع هو أن نخرج برسائل للمواطن الموريتاني من جهة، ورسائل للمسؤولين عن القرار لوضع الاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز وتأمين زرع نقل الدم ومن ثم نقل الأعضاء.
وربما نأتي لاحقا للحديث أولا عن نقل الدم، ومن ثم من الناحية الطبية الحديث عن نقل الأعضاء وما يعتريها من قوانين وما يعتريها من إجراءات يجب أن يتم القيام بها حتى لا ندخل فيما ربما يشكل مسألة خلافية بالنسبة للفقهاء، وسنعرض ذلك في حينه إن شاء الله. طيب الشيخ، فيما يتعلق بمناط الخلاف، مناط الخلاف بين الفقهاء حول نقل الدم، نعم، شنو مناط الخلاف وشنو الخلاصة اللي تم الخروج بها من هذا الخلاف، وشنو آراء المجامع الفقهية، نعم، في الموضوع؟ هو سبب الخلاف بين الفقهاء في مسألة نقل الدم هو أن الدم في حد ذاته من المحرمات، وقد حرم الله عز وجل الدم كما حرم لحم الخنزير والميتة والآخر، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا التحريم مطلق. لكن السياق الذي ورد التحريم فيه هو في الإطعام فقط، أكله أو شربه. قل لا أجد فيما أوحي فيما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فلما كان المحرم هو شرب الدم أو أكله أو خاصة الدم المسفوح دون غيره، قاس بعض الفقهاء على ذلك التحريم تحريم الانتفاع به، وهذا قياس في غير محله، قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق يبطل القياس، لأن الشيء قد يحرم أكله ويباح الانتفاع به كما حصل في شاة ميمونة رضي الله عنه التي ماتت ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لمن هذه الشاة؟ قالوا لميمونة، قال هل انتفعتم بإهابها؟ يعني قال هل انتفعتم منها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال هل انتفعتم بإهابها؟ إهاب الجلد، أيما جلد دبغ فقد طهر. يعني جلد الميتة يستفاد منه في مصالح الناس، يعني ممكن يكون غطاء لأحد أو فراش لآخر ولو كان من الميتة. الغطاء والفراش أهم منهم الدم الذي يحيا به الإنسان. طبعا. الغطاء قد يرد عنه البرد، والفراش قد يرد عنه البرد والحر، وهذه مهمة، لكن الأهم منها صحته. طبعا. ولذلك هل إدخال الدم إلى جسم الإنسان كشربه أو كأكله؟ هذه مناط الخلاف. من قال أن إدخال الدم إلى العروق كالشرب وكالطعام وحرمه بهذا القياس، وهذا قياس مع الفارق، ومن قال أنه مختلف لأن الطعم لا يكون في الدم، يعني عندما تدخل دما إليك لم تأكل ولم تشرب، ولذلك تنتفع به كانتفاعهم بجلد الميتة، الميتة محرمة والانتفاع بها جائز، كشحم الميتة يعني عندما يعمل منه يعني أنوار وغير ذلك، هذا ليس طعاما ولا شرابا. فعلى ذلك كان هذا هو مناط الخلاف. لكن المصلحة العامة التي ذكرت في البداية في نقل الدم والتبرع به تقتضي أنها مصلحة للذي يؤخذ منه والذي يعطى. إذن هنا مصلحة عامة والمفسدة انعدمت، ليس هناك مفسدة، ولذلك الشريعة تراعي المصالح العامة، ولكن المفاسد هنا تكاد تكون منعدمة. فجاز نقل دم مطلقا بشرط أن يكون غير مبيع، لأنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الدم ولا يجوز شراؤه. لكن ما يسمى بالبنوك الدم في المستشفيات هذا يختلف، لأن هذا الدم ليس دم شخص معين، إن الشخص إنما يحرم على الشخص أن يبيع دم نفسه. لكن دم موجود في مستشفى في بنك يجوز الانتفاع به، شراؤه انتفاعا وليس شراؤه أكلا ولا شربا، لأن المحرم أكله وشربه فجاز الانتفاع به، لكن صاحب الدم لا يملكه حتى يبيعه. والدم الموجود في البنك هذا يختلف عن الدم الموجود في جسم الإنسان، لأن ذلك انفصل فأعطي حكما عن الذي ما زال داخل الجسم. فالدم داخل الجسم هذا لا يجوز بيعه، ولكن الدم الذي انفصل وأصبح في بنك دم
وترتبت المصلحة على أخذه، لأنه إما أن يموت وإما أن يشتري مثلا في البلدان الأخرى التي يباح فيها ذلك، فلا لا حرج يدخل في باب الضرورة. حتى شرب الدم وأكل الميتة عند الاضطرار جائز إلا ما اضطررت كما قال الله عز وجل. وهذا باب الاضطرار باب واسع من باب تخفيف الشريعة الإسلامية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الله يريد أن يخفف عنكم، إلى غير ذلك. طيب دكتور، ما يتعلق بتساءل الشيخ عن قضية الانتفاع بهذا الدم وأنه هو لا يؤكل ولا يشرب يحقن، ليقودنا للسؤال ياك يضاح للشيخ ويضاح للمشاهدين، شنو مكونات الدم اليوم؟ ياك عدو يعرف كانوا يدخل في طار النمو مأكول والله بشرب والله ينتبع إيش كيف ذا؟ هو من ناحية بالنسبة لنقل الدم يجب لي شرع عنه، هو زاد معناها يعطاه من شخص، أخذه من شخص سليم إلى شخص يحتاج. أنا عينه زاد شخص مريض يحتاج للدم عنده فقط، معناها هناك حالات تتطلب نقل الدم للمريض. هذه الحالات إما عود الرجاج عنده نزيف حاد، نزيف معناها عنده فقد كمية كبيرة من هذا الدم، وبالتالي يجب تعويض هذه الكمية، لأنه إذا لم تعوض هذه الكمية خلال دقائق خلال فترة وجيزة سيؤثر ذلك على القلب وعلى أعضائه وربما يؤدي إلى الوفاة. في بعض العمليات الجراحية المعقدة المريض يفقد كميات أيضا كبيرة من الدم، يجب أن يتم استبدالها، يتم تعويضها، كيف عمليات القلب المفتوح، عمليات الشرايين إلى آخره، هذه أيضا يجب تعويضها. إذن هذا هو المقصد الطبي من عملية نقل الدم، وبالتالي يتقاطع مع المقصد الشرعي اللي هو المحافظة على حياة هذا الإنسان، وبالتالي ينتفي مثلا قضية عنه لا مثلا ليست له أهمية. اللي شرح فقط أنه من كل 10 مرضى يدخل المستشفى فيهم واحد على الأقل يحتاج لنقل دم، هذا حسب دراسات تم إشراعها. وهذا الدم فعلا من ناحية طبية مكون من جزئين، جزء سائل وجزء صلب. الجزء السائل هو اللي يسموه البلازما، اللي تعود فيه بروتينات وتعود فيه مضادات مثلا أجسام مضاد إلى آخره، وفيه أملاح إلى آخره. والجسم الصلب والله هذا الجزء الصلب من الدم اللي هو اللي فيه اللي قالوا كريات دموية الحمراء اللي تنقل الأكسجين إلى آخره، في كريات دموية البيضاء اللي مسؤولة عن المناعة، وفي الصفائح الدموية اللي مسؤولة عن التحفر، يعني الجهاز الجراحي اللي يتحفر دمه بشكل سريع، يعني يعود عنده نقص حاد في الصفائح الدموية. إذن بالتالي هذا هو التكوين الطبيعي لهذا الدم. أهمية نقل الدم كما قال الشيخ هنا تتسي طابعين روايتين مهمات، انه المتبرع في حد ذاته الذي يعطي الدم على انه يقوم بعمل جبار، عمل تضحية كبيرة من اجل انقاذ هذا المريض الذي سيستفيد من هذا الدم، غير هو مولي ايضا سيستفيد من عملية نقل الدم هذه، لانه علميا معروف ان الدم يتجدد، يتم انتاجه على مستوى النخاع العظمي، ودورة حياة مثلا الكرة الدموية الحمراء 120 يوم، كل 120 يوم تتجدد هذه الكمية، بالتالي كلما أعطيت دما كلما تم حث النخاع العظمي على مستوى عظامك لإنتاج كمية جديدة، كمية قوية من الدم بمحتوياتها وبمكونات قوية قادرة عنها تمنحك مناعة، قادرة أنها تمنحك إلى آخره. أحد أهم أيضا القضايا المهمة اللي يجب الإشارة لها أيضا في أهمية وفائدة معطى الدم بالنسبة للرجاج اللي يعطي دم، أيضا اللي قالوا تخفيف المستوى الحديد. كل الدراسات العلمية الآن أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن زيادة مستوى الحديد على مستوى في جسم الإنسان لها علاقة وطيدة بإصابته بأمراض القلب والشرايين. وبالتالي عندما يعطي الإنسان دم ويتبرع به هذا ينقص من مستوى الحديد اللي مستوى جسمه، وبالتالي يضعه على الأقل في يكون أقل عرضة لإصابته بهذه أمراض القلب والشرايين. وبالتالي هنا فعلا يتعانق الرأي الفقهي مع الرأي الطبي لمصلحة مشتركة، وهي هي مصلحة هذا الإنسان صحته، من خلال فعلا الحث والإفتاء بضرورة وأهمية فعلا
هذه العملية لإنجاح العملية. ولكن هذه العملية أيضا لها ضوابطها، يجب أن لا تكون عملية عشوائية، كل دجاج يجد ما هو كل دجاج يجد يعطي دم. هناك مثلا شروط يجب أن تتوفر، مثلا حد أقل من 18 سنة ما هو بالغ ما يجد يعطي الدم، ما يجد ينبض من الدم. حد عنده أمراض مزمنة في دمه، مثلا أمراض وراثية، حد عنده مثلا سرطانات لا قدر الله، عنده شيء أمراض إنتانات على مستوى سن كان يعالج عنها ذلك، هذا ما يجد يعطي الدم، لأن هناك شروط طبية يجب أن تتوفر في المتبرع بالدم حتى يمكن أن يستفيد من دمه. هناك أشخاص لا يمكنهم إعطاء الدم البتة، حد عنده فقر حاد في كويه الدم والحمى، حد عنده انخفاض كبير في الضغط، وهذا هو الاشاره هو ينجي حد لا يعطي الدم. فهذو الشاحنات اللي يعودوا في الدول يعودوهم هون قاعد عندنا هون على مستوى مركز تحقن الدم هون على مستوى ناشون انقباض تنشن ضغط شرياني، يعرف يعني ضغطك ما هو منخفض، حتى لو ضغطك منخفض حتى ما يعطي الدم، لابد من الضغط يعود عنده مستوى معين بين 100 مثلا الى 120. اذا هنا هذه العمليه في حد ذاتها اذا لم تترك هكذا، تم ضبطها من ناحية العلمية حتى توفر فيها الشروط التي تؤمن أن هذه العملية تعود ظروف مواتية يستفيد منها المتلقي وأيضا يستفيد منها المتبرع. طيب إذا فضيلة الشيخ، قضية نقل الدم الخلاصة فيها على أنها جائزة؟ نعم طبعا بالشروط اللي ذكروا اللي ذكر الدكتور. نعم فيه بس تفصيل في مسألة تفصيل. بما أن الدم أنواع وقد يأتي متبرع لهذا المريض يختلف دمه عن دم المريض قال يمكن يعرفها، فهنا يحتاج إلى عملية تبادل، يعني يأخذ من هذا دم ثم يعطى المريض دم آخر من بنك الدم أو من هذا. عملية التبادل بين الدم والدم أيضا جائزة ولا يدخل فيها شيء من لأنه لا تدخل تحت البيع. عملية تبادل الدم بالدم، عملية من مريض إلى مريض، من مريض إلى مريض. هذا المريض جاء مع شخص ولا. لكن هذا مثلا أوزعي ليش زمرته ما هي نفسها ميز نفس الزمرة الفصيلة، يجوز التبادل بين الدم والدم لمصلحة المريض. لأن التبادل يعني يدخل في, 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 في التبرع، ولو تدخل بنك الدم وتدخل المستشفى تعطونا كذا ونعطوكم كذا، هذا كله جائز للمصلحة العامة. جيد. وإن كان الدم كما هو منصوص عليه أنه من المحرمات، لكن المحرم هو أكله أو شربه، والمحرم أيضا ليس كل الدم، إنما الدم المسفوح فقط مسفوح. أو دما مسفوحا، دم المسفوح هو الذي يكون عند الذبح، أما الدم الآخر غير المسفوح فالأصل فيه الإباحة مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم والأصل فيه أيضا الطهارة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتله الصحابة والدم في جبهته والدم على ثيابهم ويصلون ولم تبطل صلاته، وكذلك كل الدم اللي داخل البطن مباح طاهر. وفي الحديث حلت لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال مجموع الدم ولكن طاهر وليس محرما. فالدم المسفوح فقط هذا الذي يكون وقت الذبح وهو المحرم، أما غيره من الدم لا يعطى لا يقاس على الدم المسفوح. فالمسألة هذه إن شاء الله أنها مسألة شبه إجماع الآن بين الفقهاء، وليس فيها خلاف إلا في باب البيع. البيع فقط. إنه لا يجوز باب البيع هو في خلاف. إنه لا يجوز. لا يجوز. نعم إجماع. إجماع. لا يجوز بيع الدم ولا يجوز بيع الأعضاء. فقط لبنك الدم. ولكن فقط للبنك استثناء البنك في مستشفى معين بإمكانه أن يستفيد من تعويض، لأن ذاك البنك لم يعد الدم لم يعد في الأجسام، في الأجسام لكن دم انفصل عن الأجسام فأصبح حكمه مختلف عن حكم الدم الذي يشري في العروق. إذا ما دام الشخص عنده دمه يحرم عليه أن يبيعه، وما دام صار موجود في بنك الدم انفصل عنه، انفصل عن الإنسان وأصبح لا ترتب عليه الآن حياة ولا موت. الآن هو منفصل، لو بيع أو أعطي لا تترتب عليه حياة أو موت، وليس يعمل الآن داخل جسم الإنسان. هذا حكمه حكم الإهاب الذي انفصل عنه، حتى ولو كان أعطية لهدف الاستفادة لحالات معينة. هو أصلا الأصل أن البنك
يستقبل الدم من المتبرعين. لكن قد تأتي حالات أكثر من الدم الموجود، فعندئذ يضطر إلى ربما أخذ عوض من بعض المقتدرين ربما لتنظيم حملات من التبرع، تشجيع الناس على التبرع. هذه مسألة فيها يعني أريحية أكثر، أريحية أكثر من. كما ذكرت لك أن الدم يتجدد طبعا، حتى لو أعطي يعني حتى لو أخذ عليه عوض من باب ليس من باب البيع ومن باب ما صنع لكم معروفا فكافئوه، من باب المكافأة، كأن يعطى شيء من غير شرط المعاوضة البيع، هذا جائز في هذه الحالة، لأنه هو أصلا الذي يتبرع مستفيد، هناك فائدة له، والمتبرع له مستفيد، والمستشفى نفسه مستفيد في حالة أن الذي تبرع دمه لا يصلح للمريض يبقى في عنده مخزن يستفيد منه مريض آخر. معناها أنه يمكن القول أنه هم اصلا اغلبيه الناس اللي عندهم الهواء الهاجسين اللي عندهم اساسا من الجانب الفقهي من قد معطل الدم، وهذا اعتقد ان الفقهي كان واضحا فيه، ومن الجانب الصحي الفائده واضحه من الناحيه العلميه واضحه بالنسبه للمتبرع نفسه وللمنقول اليه المتبرع له ايضا من ناحية العلمية. انا عنها فعلا يا الله يتم يعطي الدم طيب الناس تعطي الدم واضح. طيب الشيخ ننتقل للجزء الآخر اللي فيه الإشكال الكبير وهو قضية نقل الأعضاء. الآن الإشكال الكبير المطروح لأن في بعض من الناس اللي مصاب مثلا بالقصور الكلوي والفشل الكلوي الحاد، هذا يحتاج لمارة تصفية على الجهاز والله للزرع، عملية الزرع، نقل هذا العضو من شخص إلى شخص، الإشكال اللي يطرح شنو هو؟ الأعضاء تنقسم إلى قسمين، أعضاء يعني ليس في الجسم منها إلا عضو واحد كالقلب واللسان وغيرهم من الأشياء التي لا يوجد منها إلا عضو واحد كالدماغ مثلا الرأس، فهذا الشيء الذي لا يوجد منه إلا عضو واحد يترتب على إعطائه أو هذا هلاك الإنسان، هذا إجماعا لا يجوز لا التبرع به ولا بيعه ولا شيء من ذلك، لأنه يترتب عليه قتل النفس، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. في بعض الدول اللي يكون فيها فقراء فيعني أبوهم أو أمهم وكذا يريدون أن يستغنوا فيبيع قلبه أو يبيع شيء، هذا كله حرام ولا يجوز، ولا تقتلوا أنفسكم لأن هذا قتل نفس، عندما يقطع القلب من الإنسان قد يتعرض للوفاة. إذن بداية لتحرير وبعد الوفاة هذه سنتها بداية لتحرير محل النزاع. لا خلاف بين الفقهاء على أن العضو الواحد اللي في الجسم اللي تترتب عليه الحياة للحي. بالنسبة للحي اللي تترتب عليه الحياة أن هذا لا يجوز، هذا بداية العضو الواحد ترتب عليه الحياة، وكذلك العضو الذي يترتب عليه يعني كمال الحياة مثل كمال النظر بعينين، كمال السمع بأذنين، كمال الكلام بشفتين، فكمال الحركة بيدين، وهذا يترتب عليه أيضا فقهيا تعطل بعض العبادات مثل الصلاة، لو تبرع بيد أو تبرع برجل يعجز عن القيام أو الركوع أو غير ذلك ما هو فرض عين عليه، فأي عضو التبرع به يؤدي إلى نقص في ركن من أركان الإسلام كالصلاة فهذا لا يجوز. نعم، لكن هناك لا يجوز إجماعا، نعم لا يجوز إجماعا، لأنه الله عز وجل أمره قال وأقيموا الصلاة، فوجب عليه أن يقيمها، فإذا أدى يعني التبرع إلى عدم إقامتها، عدم القيام أو عدم الركوع أو عدم السجود، إذا كان هذا العضو لو نقص هذا الركن من أركان الصلاة تعطل حرم، إذا كان ذلك يؤدي إلى تعطل ركن من أركان الصلاة حرم. ومثله يعني ذكر اللسان إلى غير ذلك، كالعين
العين يعني عندما هناك أحكام متعلقة بالبصر، قل انظروا ماذا في السماوات وإلى آخره، فعندما يعني يتبرع الإنسان بعينه يؤدي ذلك إلى نقص في الرؤية، وهذا قد يؤدي إلى نقص في الدور الذي أمر به شرعا كالنظر في الكون وإلى آخره والنظر في القرآن وطلب العلم وغير ذلك. يختلف ذلك عن العضو المتكرر الذي لا يترتب عليه ركن من أركان الإسلام كالكلية. كلية لا علاقة لها بصلاة ولا علاقة لها بأي شيء من العبادات، كليتين إحداهما تكفيه لحياته والثانية قد يتبرع بها من غير بيع، هذا إذا كانت كليته سليمة ويتبرع بها لشخص آخر ينقذ حياته لا شيء في ذلك شرعا، إذا كان من باب التبرع وليس من باب البيع، لأنه لا يملك نفسه ولا يملك كليته ولا يملك شيء من نفسه، ولكن يجوز له أن يحسن كما أحسن الله إليه. الجسد كله إحسان من الله لك، والله عز وجل يقول أحسن في سورة لقمان أحسن كما أحسن الله إليك. والله عز وجل أمر بالإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهذا الإحسان زايد على العدل، لكن الإحسان أن لا تأخذ عوضا إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. لذلك لا يجوز بيع الكلى ولا بيع الأطراف ولا بيع أي جارحة من جوارحك. لماذا اختلف عن الحكم في الأعضاء عن الحكم في الدم كما ذكرت؟ أن الأعضاء لا يمكن تعوض، إذا ذهبت ذهبت، فإذا ذهبت الكلية خلص، وإذا ذهبت العين خلص، وإذا ذهبت اليد انتهت، حتى ولو بقيت الوظيفة بحالها. نعم. حتى ولو بقيت وظيفة هذا العضو بحالها، مثلا في الكلى إذا أعطيت كلية من ناحية الوظيفية وظيفة الكلى موجودة بقيت، لأن كلية واحدة تكفي لعمل هذه الوظيفة، قد تتعرض الكلية الواحدة إلى طبعا لإنترنت، طبعا لمضاعفة، لو كان عنده أخرى كانت تقوم نفس وما احتاج هو إلى أن يعطي. لذلك لا يجوز، عفوا في التفصيل، الكلية الواحدة قد تقوم بالعمل، لكن عندما يكون الإنسان عنده كليتين سليمتين يستطيع يتبرع بواحدة طبعا لإنقاذ حياة شخص في حاجة من أحياها كأنما أحيا الناس جميعا، لكن أن يبيعها من أجل أن يتمول هذا لا يجوز، لأن هذا سيفتح باب طبعا سدة الذريعة، هذا الباب، لأن المال حبب إلى الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، فحب المال شهوة، كلا بل تحب كما قال تعالى بل تحبون المال حبا جما، فهذا الحب الجم يجمع يدفع الإنسان بعض الأحيان الحاجة المال أن يبيع نفسه أو يبيع جزء من 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 جسده من أجل التمول، فسدت الشريعة هذا الباب، لا يجوز البتة بيع عضو من أعضاء جسدك، لكن إذا أنت وهبته أو أعطيته أو منحته والشخص الموهوب له أراد أن يرد جميلا فأعطاك هدية أو عوضك تعويضا من غير عقد البيع هذا جائز. لقول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صنع لكم معروفا فكافئوا. طيب. قد تكون مثلا تعطيه حاجة ترضيه بها ولا شيء. طيب دكتور، التبرع بالأعضاء شنو هو ولماذا قاعد التبرع بالأعضاء؟ فعلا هو 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 التبرع بالأعضاء، التعريف المنظمة العالمية للصحة أنه هو سماح شخص بإزالة عضو من أعضائه بطريقة قانونية عن طريق الموافقة، يعني بموافقته، أنه يقول أنا أسمح والله أتبرع بواحدة من كلية والله أتسمح بكذا وكذا. ولماذا التبرع فعلا؟ هذا هو السؤال، لماذا التبرع بالأعضاء؟ لأنه على مسيرة، على طول مسيرة الـ 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 الإنجازات الطبية اللي هدفها كيف قلنا قبيلتي هو علاج هاي الأمراض، الآن الإنسان الطب الحديث الطب العصري ما زالت أمامه تحديات لعلاج مجموعة من الأمراض ولا مجموعة من الاعتيالات اللي ما هي جاب حل، لعل من أهمها ذي الاعتيالات الأمراض اللي تصيب الوظيفة، وظيفة العضو كيف قلنا وظيفة مثلا الكلى، يعود الرجاج عنده قصور مزمن بالكلى، في كلاه لثنتين ما تلاقوا يشتغلوا، لا عنده مشي الا هذه الماكينه اللي تم يوجد عليه تعديل جلسات الغسيل،
حد مثلا وصل لدرجة معينة عنده قصور في عضلة القلب، القلب في بعض الأحيان يصل مرحلة معينة من 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 التليف ولا من المرض، بيعود العضلة مرض ما تجيبش بقال مش عارف. ما هم شيء آخر دو يجي عضلها ياك تستعيد هذه الوظيفة، ما هم عقار ياك تساعد هذه الوظيفة، اللي يهم شيء إلا إنه يستبدل يتم استبدال هذا القلب بقلب آخر. نفس الشيء ينطبق على الكبد، ينطبق على البنكرياس. وبالتالي جاءت عمليات التبرع هذه لإتاحة الفرصة، فتح المجال أمام زرع، لأنه النهاية سنيلة فينا النهاية هو أن يتم زرع، يتم زرع الكلى، زرع هذه الأعضاء، ولكن للذين يحتاجون فعلا من الناحية الطبية وجه الحاجة الماسة ووجه أيضا الفايدة به. اللي أنت عندما تزرع كلى، تزرع كلية لدجاج كان عنده قصور كلوي سيستعيد وظيفته. هذا طبعا هناك حالات شاذة طبعا، ولكن في أغلب الحالات يستعيد وظيفة للكلى بشكل تلقائي، بشكل مثلا غريب. عندما تعطي دجاج مثلا كان عنده قصور في القلب وعضلة القلب عنده ما هي، إن يتعدل له عملية زرع قلب أيضا يستعيد وظيفة الطبيعية لقلبه كما لو أنه أصبح لديه قلب جديد. نفس الشيء بالنسبة للقرنية مثلا على مستوى الناس اللي عندهم، أهم تصور معي أنه دجاج عن أعمى لم يكن، وهذا يتطابق مع أهمية عن الإبصار، عملية الإبصار في تعاطي المناسك الدينية إلى آخره، والرؤية أهميتها من ناحية نفسية، أهميتها بالنسبة للشخص. تصور عنه عندما يستفيد من القرنية، والقرنية هذه سبحان الله غاية في البساطة مثلا من ناحية شوفتها، لأنها غشاء خفيف جدا يعود العين، ولكن هذا الغشاء بإذن الله تعالى عندما يتم زراعته، الإنسان كان عنده عمى ما كان يرعي شيء، يتحول بين عشية وضحاها إلين هو يرعي فيه. إذن لك أن تتصور أهمية هذا العمل، لك أن تتصور أهمية الفائدة اللي يجبر منها المريض. وبالتالي فعلا كان هذا المبحث مبحث لماذا تبرع لهذا، لهذه الأشياء، لهذه الغايات النبيلة. فعلا نبل هذه الغايات وأهميتها وفائدتها على المستفيد من التبرع مثلا لا نقاش فيها. الآن في تفصيل فعلا، وأعتقد أنه حتى المجامع يعني الفقهية فصلت فيه، لأنه التبرع فيه أنواع من التبرع. كما قال الشيخ تبرع بالعضو مثلا كالقلب، أغلب الأحيان طبعا لا يمكن الإنسان مهما كان يتبرع بقلبه ويبقى على قيد الحياة. هذا لا يمكن. هنا تم تفصيل من ناحية العلمية حتى من ناحية الفقهية بين المتبرع ما يمكن يتبرع به الإنسان وهو حي دون أن يؤثر على حياته واستمراريته كفرد وكإنسان في هذه الأرض، وبين المبحث الآخر هو التبرع بالأعضاء ما بعد الموت. ولأنه هذا مبحث أيضا مهم، لأنه في بعض الأحيان هذا يقودنا ما يسمى بالشيخ يعرف ما يسمى بالموت الدماغي، لأنه في بعض الأحيان يكون هناك مرضى من الناحية الموت مثلا من ناحية الطبية البحثة الدماغ لم تعود خلاياه تشتغل، ولكن سبحان الله يبقى القلب يشتغل، تبقى الكلى تشتغل، تبقى الأعضاء الأخرى تشتغل. وهذا هو ما فتح الطريق أمام تساءل الأطباء، تساءل المهتمون بهؤلاء المرضى، لما لا نستفيد من أعضاء هؤلاء المرضى الذين هم في حالة موت سريري محكمة، لأنه لا يمكن حسب كل الدراسات وحسب كل المعطيات، وقال العلم عند الله مولانا غير حسب ما أعطاني الله سبحانه وتعالى من العلم ومن المعطيات، أنه لا يمكن البتة أن يرجع للدماغ يشتغل، وهذا يتم ضبطه بفحوص وبفحص رنين مغناطيسي لتأكل مع الخلايا ما تتمتها ولا تشتغل، حتى فحص كمية الدم شرايين موجودة في الدماغ عن ما تشتغل وعن الدم الخلايا ما تواصل شيء، ويتم الحفاظ على هذا المريض تحت آلة التنفس فقط للاستفادة من قلبه، للاستفادة من كلاه، للاستفادة من رئته. وهذا هو المبحث الثاني، الجزء الثاني اللي هو التبرع، اللي نشوفه معه اللي هو التبرع بالأعضاء في هذه الحالة، يعني بعد أن يكون الإنسان في حالة موت سريري اللي هو التبرع بالأعضاء مع بعد الموت. طيب الشيخ، من خلال النقاش شفنا على أن التبرع بأعضاء الحي على أن فهم تفصيل الأعضاء طبعا اللي ما يستغنى عنها هذه محرمة، ما يقدر يتبرع بها. الأعضاء المنتكرة ما تقدر، وأنت ما تقدر تقبل كبدة الدجاج والله ريته
هو حي الأعضاء المتكررة شفنا على الناك اللي يتعلق منها بالأركان وذاك على أنها ما يجوز من اللي التبرع بها، والأعضاء أصلا اللي ما هي متعلقة بكل الأركان على أنها الأعضاء المتكررة الكلى ما فيها مشكلة، ما فيها مشكلة الأعضاء المتكررة بالنسبة ما يترتب عليها شيء يتعلق بأركان الصلاة شيء داخلي مثل الرجل والله اليد اليد لكن اليد طبعا التبرع بأعضاء الشخص اللي في حكم الميت طبعا هذا ربما يعود طرح إشكال، هو هذا محل تناوله هو الميت لا إشكال فيه، والحي في التفصيل إذا ذكرنا الميت لم نتحدث عنه سنة نتحدث عنه سنة يجب سنأتي. الأصل أن الإنسان إذا مات عفوا قبل إذا مات طبعا أصبح جسده مكرما كما كان مكرما حيا وإكرامه الدفن، لكن الانتفاع من هذا الجسد مقدم على الدفن. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بعد ما قتل حمزة قال والله لولا عجز النساء وعدم صبرهن لتركت حمزة مجندلا على الأرض حتى يحشره الله من بطون السباع وحواصل الطير. هنا استفادة من لحم حمزة وعظامه للسباع والطيور، ولا شك أن الاستفادة من الميت للآدمي أعظم من استفادة السباع والطيور، فهذا يدل على عموم الانتفاع من الميت بعد موته للإنسان. أما الحالة هذه اللي هي الحالة الموت السريري، هذا هو محل الخلاف بين الفقهاء، لأن الإنسان قد يقول للطبيب أنه قد مات وهو في غيبوبة ثم يفيق بعد ذلك ويحيى، ما دام يتنفس حكمه في الشرع أنه حي، لأن الدم ما زال يجري والقلب ما زال ينبض والنفس ما زال موجود، فهذا حكمه الشرعي أنه لم يموت. حكمه الطبي أنه مات دماغيا. في هذه الحالة هل يجوز التصرف في بدنه وأخذ قلبه؟ هذا هو قتله. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى في غزوة أحد رجل طبعا به جروح وهو في طريق سكرت طريق الموت، فاتكى على سيفه فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، وكان فارسا مغوارا أذنه الصحابة على شجاعته فقال إنه في النار لأنه قتل نفسه. طيب هو لو لم يقتل نفسه لمات، فيؤخذ من هذا أن الذي هو في حكم الميت لا يعطى حكم الميت حتى يموت، خاصة في الجوارح هذا في الأعضاء التي بها قوام حياته كالقلب، ممكن الكلية إذا كان لا تضر حياته حتى تخرج الروح، فإذا خرجت الروح يبقى سؤال عن الدكتور هل قلب الميت بعد موته يستفاد منه؟ إن كان يستفاد من قلبه بعد موته فهذا كما قلت أعظم من الطيور والسباع، وإن كان لا يستفاد من قلبه بعد موته وهناك شخص حي متيقن حياته سيموت وهذا متيقن وفاته، فعندئذ المحافظة على حياة الحي أولى، فيجوز في هذه الحالة إنقاذ الحي بشرط إذن هذا الميت قبل دخوله في هذه الغيبوبة أو إذن أولياء أمره، لأن الدية عوض تقدم لأهل الميت، وهذه الدية عوض عن هذا الجسد، هي ليست عوض عن الروح، هي عوض عن الجسد الذي كان يتحرك، فيعوض أصحابه، فما دام هناك تعويض على هذا الجسم كله جاز التعويض وجاز العطاء ليس التعويض، وحرم البيع أصلا لأن بيع النفس هو إهلاكها، لكن هذا الهلاك قد حصل خطأ فيعوض دية مسلمة إلى أهله. نعم هذه الدية يملكها أولياء الأمر، فجاز لهم التبرع أيضا ولو لم يأذن هو بعد موته بشيء منه لأنه في حكم الدية التي يملكونها، إن شاءوا عفوا ولم يقبلوا شيئا وإن شاءوا أخذوا، فما دام لهم حق أخذ المال عوضا عنه بعد قتله خطأ
جاز لهم إعطاء بعضه لإحياء غيره. إذن الخلاف الفقهي هون فيما يتعلق بالتبرع أو بأحد الأعضاء. الخلاف بعض الفقهاء يقول بأنه لا يجوز حتى بعد أن يموت الشخص لا يجوز أن يأخذ عضو من أعضائه إلا بإذنه، لأنه يجوز أخذه هو حي كالكلية، لكن الذي الأعضاء التي تقوم بها حياته كالقلب لا يجوز أخذه منه في حالة الموت الدماغي هذا، لأن هذا تعجيل بموته وتعجيل بموته قتل. وهذه يدفعنا إلى مسألة الأجهزة. إذا كان هذا هذا هو اللي كنت سأسأل عنه، لأنه هذا التنفس اللي ذكرته الشيخ أنه ما زال يتنفس وما زال يتنفس بفعل الجهاز. أيوة، لأنه نحن حتى في لأنه في عمليات مثلا نقل الأعضاء من المتوفى سريا هناك فريق غير الفريق المعالج لهذا المريض، هو الذي يحدد إن كان فعلا هذا الموت موت دماغي أم لا. لأنه الموت الدماغي كما قلت لكم سابقا يعدل له فحوص يعرف بشكل دقيق فعلا عن الدماغ خلايا لم تعد نشطة، لم تعد هناك حركة كهربائية لهذه الخلايا على مستوى الدماغ، ويعدل له أيضا رسم للأوعية والشرايين اللي تجيب الدم للدماغ، لم تعد هناك أيضا تغريب، وبالتالي تنفسه بقاؤه على التنفس، بقاء تنفسه بقاؤه بين قوسين حيا فقط لارتباطه بالجهاز. لأنه لو أخذ الجهاز يعني دمات هذا أصلا لا يجوز بقاء الجهاز عليه. أصلا لا يجوز أبدا. الإنسان إذا كان في الموت يساعد على الموت ولا يجوز. هذا أيضا أحد مباحث الخلاف. أحد الخلاف أكيد. هذا مشكلة. هذا مسألة، لأنه هو أصلا تأخير الموت يعني زيادة في السكرات تعذيب. نصوص يوم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا كانت الذبيحة وهي بهيمة يعجل في إخراج روحها من باب أحرى وذلك راحة لها من باب أحرى الأدم، فوضع الأجهزة عليه تأخير في السكرات. في هذه الحالة الفقيه يعني هنا يمكن في هذا هو اللي نسموه نحن من ناحية طبية ارتباطه حياته اللي مرتبطة بجهاز، هذا هو اللي يسموه الآن الموت الدماغي، وهو هو الوقت لأنه الاستفادة من القلب، هناك أعضاء الاستفادة من القلب والاستفادة من الكبد، الأعضاء الكبيرة هذه اللي موجودة في حالة فقط في حالة الحياة حالة الموت السريع في حال الاستفادة منها لو يجب أن تكون سريعة سريعة جدا، وبالتالي الاستفادة منها لا يتعود لا في فترة الموت الدماغي، لأنه لو تأخر لو هذا لم يعد بالإمكان الاستفادة من القلب. وهنا هو اللي عاد هذا مصدر المصدر أهمية. لكن طبيا الموت الدماغي لا يمكن أن يسعف أبدا، لأن هذا حكم الميت. ولو نزع الجهاز لمات. إذن هو هذه الأجهزة أصلا ليست يعني لم تكن موجودة وتعتبر أمر طارئ ليبقى هذا الإنسان على هذه الحالة. في هذه الحالة حكم الميت وينزع الجهاز، ويجوز نزع هذه الأشياء بعد إذنه طبعا بعد إذنه أو إذن يجوز نزع هذه. نعم طبعا الإذن هنا من ثلاث جهات، منه هو قبل موته دماغيا أو من ورثته أو من ولي الأمر. ولي الأمر له حق أن يأمر في هذا، لأن هناك قد يوجد أشخاص ليس لهم ولي يعني ليس لها أب ولا أم ولا إلى آخره، فهذا حكمه يرجع لولي الأمر، فإذا أذن لإنقاذ حياة شخص آخر يجوز. والإذن قد يكون عام، قد يأمر ولي الأمر أمرا عاما إذا كان هذه الحالة حصلت كذا وعندكم كذا ففعل، فيكون هذا إذن عام من ولي الأمر. هو فقط من ناحية المشاهدين
أنه حتى أيضا عملية الزرع وعملية أخذ هذه الأعضاء تتم وفق بروتوكول، لأنه عملية الزرع وعملية نقل الأعضاء للاستفادة منها تتم وفق بروتوكولات منظمة، منظمة من ناحية قانونية، منظمة من ناحية تكوين الفريق، الفريق المسؤول عن عمليات النقل، الفريق المشرف عليها به اللي فريق محايد من ناحية طبية، لأنه هو من أكلت إليه مهمة معرفة ما إذا كان هذا المريض في موت دماغي أم لا، لأن أنت تعود تداوي رجاج لتعودها نوع من التأثير أنك تصير تعاجل بموته لتستفيد من قلبه لآخر. ولذلك البروتوكول هذا في عن الذي يحدد عن الوفاة، عن وفاة دماغية موت دماغي، هو طاقة خارج فريق آخر. التعامل أيضا مع هذا المريض اللي في موت دماغي وأخذ أعضاءه يتم بنفس وفق نفس الآليات والضوابط اللي معترف عليها في قاعات العمليات في جراحات المختلفة، دون أن يكون هناك فرق بين التعامل معه هو اللي بات نقال عنه عاد ميت ولا ينقضوا منه أعضاءه، ويتم غلق الجروح بنفس الطريقة والحفاظ عليه وحفاظ على هذا بنفس اللي مثلا مطالبين احنا به في نفس الشريعة إلى آخره. وبالتالي هذا هو أهمية الموضوع، أنه فعلا أنا قرأت أنه في المجمع الأردني أنه فعلا بوب على هذه القضية، لأنه ما دام فعلا الإنسان لا يمكنه أن يستعيد وظيفة الدماغ فهو في حكم الميت، في حكم الميت. طيب الإشكال هون من خلال النقاش اللي دار بينكم أنتم والدكتور في قضية نزع هاي الجزء، هل يجوز نزعها؟ وهي طبعا هو حكم الميت، لكن هاي الأجهزة تبطئ عملية عملية يجوز شرعا من الناحية الشرعية. هي شوف أحد أمرين، إن كان في أمل ولو واحد في المليون أنها ولو واحد في المليون في الموت الدماغي لا، ولكن في حالات أخرى يبقى هناك أمل. وأنا أعتقد أنه هذا أيضا حتى في الدول المتقدمة، هذا موضوع آخر ليس موضوعنا، ولكن ما يسمى بالموت الرحيم عند بعض المجتمعات العربية تم نقاشه، هل الناس اللي عندهم مثلا غيبوبة مستمرة مدة سنوات، لأنه في بعض وصل إلى عشرات السنوات وهو في غيبوبة مستمرة صح ولم يعد مثلا، هل هناك بصيص ألم أمل لا يمكن أن يجزم الطبيب المعالج عن لم يبقى بصيص أمل ولو هذا غير ملي، هل هناك فائدة من كيف قد تعذيبه وتأخير سكراته إلى آخره لهذه المدة الطويلة، تصور معي 15 سنة إلى آخره. على كل حال ذلك مبحث أعتقد أنه آخر، ولكن نحن المهم عندنا في أخبار نقل الأعضاء أنه بالنسبة للحي الاستفادة من الكلية مثلا بشكل اختياري إلى آخره، واللي احنا طرحنا أنه مشكلة هون على مستوى موريتانيا، وهي فرصة ربما للحديث عن أنه في 2016 أعتقد أنه في شهر السابع 2016 هذه الماضية تم وضع قانون ينظم التبرع بالأعضاء على مستوى في موريتانيا لأول مرة، وهذا القانون يحدد الآليات، لأنه فعلا الغاية نبيلة ولكن يجب أن تناط بترسانة قانونية واضحة تحمى تعود ما سد ذراعيه، ما نقعد للتخوف اللي عند الفقهاء عن يعودهم فيه من يساوي والله من يبيع ومن يشتري ويعدل التجارة إلى آخره. وبالتالي تم ضبط هذه القضية من خلال قانون محكم، وأعتقد أنه هذا كيف قلت لك بيل لا يحل أيضا مشكلة مشاكل الصحة العمومية اللي عندنا. نحن عندنا أعداد الآن هائلة من الناس اللي على مكاين أجهزة الغسيل الكلوي، وتطالع من حين لآخر حالات إنسانية صعبة جدا، أطفال كبار صغار. وبالتالي الحل الطوق النجاة كما يقال الوحيد والكبير لله يسهيش منها ولين قرجه، ولكن هذه عملية الزرع هذه بيتكلمنا عنها الآن ورأي الفقه فيها واضح، حتى الآن تصطدم أيضا بالوعي عند المواطن. حتى الآن كيف نقول في أخبار الدم، المواطن ما زال لديه رهاب من حتى مجرد فكرة التبرع في حد ذاتها في العضو. وبالتالي أعتقد أن هذه الفرصة بإرسال هذه الرسالة المهم لأهمية التبرع الدم. في الدول الأخرى اللي مثلا قطعت أشواط كبيرة في المجال كيف الأردن مثلا على سبيل المثال الحصد، في سجل للمتبرعين، هذا المتبرعين كلها باسمه ورقم تليفونه وكذا، يقول أنا متبرع بكذا بحياته، هم واحدين سجل المتبرعين ما بعد الوفاة، يقولوا نحن لا قدر الله أصيبنا بحالات بعد وفاتنا أنا مثلا متبرع بقرنية لإنقاذ واحد ما كان يراعي في شيء، ولا متبرع ببنكرياس لواحد كان مصاب بسكري
خاص ولا بكر ياسياك استفاد منه طبعا بعد وفاته ولكن هذا وفق ضوابط هي واضحة فيها موافقة كما قال الشيخ فيها أيضا حتى من ناحية الأخلاقيات من ناحية المجلس الأعلى للطب يجب أن تكون قضية مثلا سرية لأنه لا أعرف إذا كنتم تعلمون أنه في القوانين المنظمة العمليات نقل الأعضاء المستفيد من العضو ما يعلم ليس له الحق في أن يعرف هوية المتبرع والعكس أيضا صحيح لأنه حتى تبقى العملية عملية مجردة فقط لله سبحانه وتعالى غرضة يدخل هذا في صدقة السر طيب ما يخص نقل الأعضاء من 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 بشر لبشر هذا واضح أعتقد أن التفصيل كان واضح ما يتعلق بذاك اللي يجوز نقله ذاك اللي ما يجوز نقله وقت النقل ما اللي أصبح واضح بس في تفصيل بسيط في مسألة نقل الأعضاء بالنسبة للأعضاء في قسمين في أعضاء متعلقة بالعرض الأرحام عندما تحتاج امرأة إلى رحم في فرق بين الرحم وبين المبايض بين المبايض طبعا فنقل الرحم جائز المبايض لا تجوز لأن المبايض هي التي تنتج البويضة التي يحصل منها الولد فإذا نقلت من امرأة لامرأة حصل هذا التداخل في الأنساب ولذلك من هذه الناحية يجوز نقل الرحم لأنه وعاء فقط لا علاقة له بجنس الولد ويحرم نقل المبايض هذا من ناحية بالنسبة للقلب القلب مكان الإيمان وله علاقة بالدماغ فبعض الفقهاء استشكل على أن في الجسد مضغة إذا صلحت يقول هل يجوز نقل قلب كافر إلى مسلم طبعا أغلب الفقهاء يرون أن نقل الأعضاء أصلا من المسلمين لا يجوز بعضهم يقول أنه لا يجوز نقل أي عضو من مسلم لأن المسلم لا يجوز التصرف في بدنه لا حيا ولا ميتا وهذا طبعا طائفة اللي وهذه الطائفة ترى أنه يجوز ذلك من الكافر لأن الكافر غير معصوم الدم والعصمة خاصة بالمسلم حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها أو حسابهم على الله الكفار عندهم قوانين تبيح بيع الأعضاء وتبيح هذا فبقوانينهم يجوز للمسلمين أن يشتروا منهم لأن لو أن مسلم يحتاج إلى قلب يشتري من الكافر أسهل من أن يأخذ قلب مسلم آخر ولو كان ذلك المسلم في موت الدماغ وإلى آخره لأن يبقى ما لم يكن تبقى حرمته حيا كحرمة ميتا وهذا من ناحية القلب نفسه قلب الكافر لا يؤثر لأنه عضلة ولا يؤثر على إيمان المسلم لو أن مسلما وضع قلب كافر هذا لا يؤثر على إيمانه لأن الإيمان مرتبط بالدماغ والقلب معا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة الأفئدة القلوب والسمع والأبصار مرتبط بالدماغ طبعا. فالإيمان مرتبط بالإثنين وجودهم معا فوجود أحدهما دون الآخر لا يختل هذا الدماغ ما دام محله تستطيع تغير القلب القلب محله تستطيع تغير الدماغ لكن والغالب أن الدماغ لا يغير دماغ معقد طيب. الخلاصة في هذا كله لأن الوقت الخلاصة أنه أردت بس التنبيه أنه إذا وجد قلب الكافر أو جارحة من كافر أولى من أولى من 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 قلب من جارحة مثلا لو أن دولة كافرة فيها من مستشفى بيع أعضاء ودولة مسلمة فيها مستشفى تشتري من الكفار ولا تشتري من المسلم نعم لأن هذا الشراء في هذا الحال يجوز الشراء من الكافر ولا يجوز من المسلم المسلم لا يجوز هو أن يبيع ولكن الشراء نهائي ولكن الشراء قلنا عنه لا يجوز من الكافر قلب الكافر الشراء العصمة ولكن الشراء بالنسبة للشراء العضو لا المسلم يستطيع يشتري عضو من كافر لأن هذا الكافر لا عصمة له في الإسلام هل يجوز للمسلم مثلا أن يشتري عضو من المسلم لا المسلم معصوم الدم معصوم الجسم لا يجوز له أن يبيع ولا يجوز أن يشترى منه يتبرع فقط لكن كافر يبيع يجوز تشتري منه هذا في شرط هذا في حالات إذا كان الكافر يبيع أنا هناك المسلم له ضرورة أنه يحتاج العضو
وفيه عرض عملية عرض من الكافر. من كافر. من كافر. لكن هاي أعتقد إنه في مناطق قليلة من العالم. مناطق يبيعون. هي معينة من. وهم كفار. وإذا لم يوجد. وقوانين عندهم قوانين. في قوانين في قوانين. وإذا لم يوجد. لا يوجد لا يجوز البيع نهائيا. نهائيا. مما هو التبرع فقط. التبرع. وهي كل المدونات كل مدونات ال ال. مسألة إجماع. زرع الأعضاء محرم في هذا اللي قالوا البيع أو الشراء. نعم. لأنها هي السد ذريعة وسيلة سد ذريعة الوحيد لل الغلق ذاك الباب في الاستفادة. طيب إذا كان فيه إمكانية فقط لأنه حتى نستفيد ربما من الحمد لله دقيقة الأخير الرأي الفقهي في هذا المجال إنه إذا كان فيه رسالة رسائل ممكن توجيهها في هذا المسألة ما يتعلق بنقل الدم ونقل الأعضاء. الرسالة الأولى هي أهمية وهذا أعتقد أنه دور الإعلام ودور المجتمع المدني ودور أئمة وفقهانا لتوعية المواطن الموريتاني حول أهمية التبرع سواء كان التبرع بالدم أو ولا التبرع بالأعضاء لأنه من أحيا نفسا فكأنما أحيا نفسا. النقطة الثانية دعوة للسلطات ولا للوزارة الوصية على الموضوع لتفعيل هذا القانون الذي تمت الموافقة عليه 2016 المتعلق بمدونة زرع ونقل الأعضاء والإنسجام من خلال القوانين المطبقة والمساهمة وأهمية أيضا وضع وكالة تعنى كما هو الحال في أغلب الدول مثلا السعودية في أغلب الدول وكالة تعنى بالإنجاب وعمليات الزرع لأنه حتى من ناحية الطبية هناك عمل جبار يجب القيام به ما هو لا فعلا توعية غير مصاحب لها بشكل موازي لابد من بنى تحتية لابد من فرق متخصصة مكونة في هذا المجال ولابد أيضا من وكالة تعنى بتنظيم وهذا يحل إشكالات كبيرة جدا صح. لك تتصور هذه أخبار القرنية هي رأي حالة طبعا الإشارة فقط رأي بدأت عملية زرع القرنية من موتى طبعا القرنية مبوضة من موتى تمت عملية زراعة لهم في بعض في السنة الماضية هون على مستوى المستشفى الوطني والآن أيضا فيه مشروع رائد جدا نتمنى أن يرى النور قريبا فيما يتعلق بزرع الكلى بالنسبة للمتبرع وبالتالي هذا يحل إشكالات ويحل مشاكل صحية كبيرة جدا والرأي الفقهي فيها ورأي الفقهي الحمد لله أصبح واضحا. طيب تداركنا الوقت شيخ الكريم كذلك دكتور أعزائي المشاهدين طبعا تناولنا في هذه الحلقة موضوعين طبعا مهمين يتعلق الأمر بنقل الدم وزراعة الأعضاء. تحدث الشيخ عن الجانب الفقهي أسهب الحمد لله فيه كثيرا وأبانا عن الأحكام الفقهية المصاحبة لهذه المستجدات. أيضا الدكتور مشكورا تحدث بشكل مفصل عن 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 نقل الدم وعن زراعة الأعضاء وعن القوانين التي تضبط هذا العمل الصعب طبعا والذي تمت إحاطته بالكثير من الشروط والإجراءات حتى يبقى إنسانيا خالصا. في نهاية الحلقة أشكر باسمكم جميعا ضيوفنا الكريم الشيخ محمد علي الشنقيطي شكرا لكم شيخنا الكريم كما أشكر كذلك الدكتور حيمد مهدي وهو أخصائي جراحة القلب شكرا لكم شكرا دكتور شكرا موصول لكم أعزائي المتابعين على طيب المتابعة هذه تحياتي وتحيات المخرج دحول الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.